هذه قصة عن العلاقات الغريبة التي كونت هذا العالم المذهل الذي نناضل الآن لجعله عالماً أفضل. 6 ملايين سنة والكوكب يتعرض لمختلف التحديات، ولازلنا هنا صامدون. إنه التحدي الذي شكلنا، وهذه حكايتنا. عالم أخضر. عندما أراد الإنسان الوصول إلى الفضاء اتجه نحو التعلم. حينما ترسم الحكومات استراتيجية التطوير للمجتمعات والأفراد، تنشئ المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، جميع ما يرتبط بعملية الاستدامة والنمو في هذا العالم الكبير يتجه نحو التعليم. بينما نحن هنا ننعم بحق التعليم لجميع أفراد المجتمع، قد لا نرى الجانب الآخر من العالم وما آلت إليه الأوضاع في الدول النامية. نحن الآن في عام 2021، هل يعقل أنه لا يزال هناك أشخاصاً غير متعلمين؟ في بدايات القرن العشرين اتخذت الحكومة الفرنسية قرار أن جميع الأطفال يجب أن يتعلموا، وهذا كان أول قرار تعليم إلزامي في التاريخ. وأقرت الحكومة أن تقدم مساعدات إضافية لجميع الطلبة الذين يعانون صعوبات في التعلم. قامت الحكومة باستدعاء عالم نفس لامع يدعى ألفريد بنت ليقيس مستوى استيعاب الطلبة ويحصر الطلبة الذين يستحقون مساعدات لصعوبة التعلم عن غيرهم. وبعد أن وضع بنت اختبار قائم على معلومات خارج المناهج الدراسية، اكتشف أن هناك مجموعات من الطلبة تجيب على أسئلة تفوق مستواهم العمري، فوضع بنت مفهوم العمر العقلي الذي سمي فيما بعد IQ. سنعود إلى هذه التجربة بعد قليل. أولاً، علينا أن نعلم أن العالم يواجه أزمة في التعلم، ففي حين تمكنت البلدان من زيادة فرص الحصول على التعليم زيادة كبيرة مثل فرنسا، فإن الالتحاق بالمدرسة لا يعني التعلم. وفي جميع أنحاء العالم يصل مئات الملايين من الأطفال إلى سن البلوغ من دون أن يكسبوا حتى المهارات الأساسية، مثل حساب المبلغ المتبقي من إحدى المعاملات المالية بطريقة صحيحة، أو قراءة تعليمات الطبيب، أو حتى فهم جدول مواعيد الحافلات. فبلا شك هذه التفاصيل البسيطة قد تصبح ذريعة لبقاء هؤلاء الأفراد دون مستقبل واضح. منذ نحو 20 عاماً أحرز تقدماً هائلاً في تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي، إذ بلغ معدل الالتحاق الإجمالي في المناطق النامية 91% في عام 2015، لكن مع ذلك لا تزال هناك تفاوتات كبيرة، إذ يزيد احتمال أن يكون أطفال الأسر الأفقر خارج المدرسة أكثر من 4 أضعاف نظرائهم من الأسر الأكثر ثراءً، كما لا تزال التفاوتات بين المناطق الريفية والحضرية مرتفعة هي الأخرى. تخيلوا، يوجد حالياً أكثر من 265 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، 22% منهم في سن الالتحاق بالدراسة الابتدائية. نعود إلى قياس العمر العقلي. في دراسة قام بها العالم بيرمان من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة امتدت نحو 75 سنة، وتوفي تيرمان قبل أن تكتمل. وبعد اختبارات العمر العقلي لمعظم طلبة ولاية كاليفورنيا، تبين أن 1521 طفل قاموا بتحصيل أكبر علامة في الاختبار. أكمل تيرمان التجارب ولاحظ حياة هؤلاء الأطفال من سن الطفولة ثم المراهقة، ولاحظهم في مستقبلهم العملي والشخصي، نجاحاتهم وإخفاقاتهم، وقام بدراسة تأثير التعليم وقياسات العمر العقلي لهؤلاء الأطفال. هذه الدراسة الهامة جداً نجم عنها أكثر من 100 مقالة علمية وأكثر من 10 كتب في مجال التعليم، وهي مثال ناصع على الاستثمار في التعليم وتربية النشء والتخطيط لمستقبلهم.
نحن نعلم أن أساس تحسين حياة الناس يتمحور حول الحصول على تعليم جيد والتخطيط الجيد لمنظومة التعليم، وبالتأكيد سيسهم هذا بتحقيق الاستدامة على كوكبنا وبتيسير الحصول على التعليم الشامل الذي يهتم بالجوانب العملية والنظرية في حياة الفرد، ويمكن ذلك من تزويد المجتمعات المحلية بالأدوات اللازمة لتطوير حلول مبتكرة تساعد في حل مشاكل العالم الكبرى التي تواجهنا حتى هذه اللحظة. قد تعتقدون أن الأسباب التي تمنع بعض الأسر من إلحاق أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية هي ضعف الإمكانيات المادية أو ضعف النظام التعليمي في تلك الدول فحسب، بينما هناك سبباً رئيسياً في حرمان الفتيات على وجه الخصوص من ممارستهن لحق التعليم. وبالرغم من تلك الأسباب، إلا أن مساعي المؤسسات المعلية كمؤسسة القلب الكبير غيرت من وجه العالم المظلم ووضعت في آخر النفق شعلة من الأمل لهؤلاء الفتيات. لا شك بأن الصراعات والحروب والتحديات البيئية جميعها ساهمت في تدني المنظومة التعليمية وتغير أولويات البشر فقط للبقاء على قيد الحياة. تزايد الصراعات المسلحة وحالات الطوارئ الأخرى في عدة بلدان في المنطقة، وما يصاحبها من زيادة في معدلات الفقر، أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الأطفال خارج المدارس. ففي سوريا مثلاً يظل نصف الأطفال في سن المدرسة ومحرومين أيضاً من الدراسة، ويقدر عددهم بحوالي 2 مليون طفل داخل سوريا، ونحو 700,000 طفل سوري لاجئ في الدول المجاورة. تخيلوا مصير هؤلاء الأطفال بينما نشهد نحن في العالم هذا أعتاب المستقبل الجديد الذي يرتكز على التعليم أولاً قبل كل شيء. في أواخر 2019 شهدنا جميعاً ما حل بدول العالم جراء جائحة كوفيد-19، فالدول المتقدمة استطاعت إسعاف القطاع التعليمي بتحويله إلى التعليم عن بعد عبر برامج وبنية تحتية جاهزة مسبقاً للاستمرار في التعليم للطلاب، بينما هناك عدد قليل من الطلبة في الدول النامية الذين التحقوا مسبقاً في المقاعد الدراسية. للأسف أدت الجائحة إلى خروجهم للشوارع للعمل في أجزاء كثيرة من العالم النامي بسبب حاجة عوائلهم إلى المال. ويمكن أن يؤدي الارتفاع المفاجئ في عمالة الأطفال إلى تباطؤ التقدم الذي تحققه في السنوات الأخيرة على مستوى محو الأمية والحراك الاجتماعي وصحة الأطفال. كيف يمكن للتعليم أن يصبح منقذاً للأرواح؟ في حالات الطوارئ والأزمات توفر المدارس للأطفال الاستقرار والكيان لمساعدتهم على التكيف مع الصدمات التي تعرضوا لها. فالتعليم أيضاً يحمي الأطفال من الأخطار الجسدية المحيطة بهم مثل الإساءة والاستغلال والتجنيد في الجماعات المسلحة، والتي بالتالي تدمر مستقبل الطفل نفسه والمجتمع من حوله. على ماذا سيحصل هذا الطفل حين يلتحق بالمقاعد الدراسية؟ سيحسن ذلك من ظروف معيشته، سيجعله يفكر أكثر بالمستقبل وما سيقدمه كفرد إلى أسرته ومجتمعه. بالمختصر، سيخرجه التعليم من عمق الجهل إلى آفاق أوسع من الحياة. في دولة الإمارات أدركنا ذلك قبل قيام الاتحاد، مما جعلنا نواكب الزمن ونسارع خطواته لنصل اليوم ومع جائحة عالمية خطيرة إلى المراكز الأولى عالمياً بمستويات التعليم. فنحن هنا نتخذ من التحديات فرص لتحقيق الاستدامة والنفع للفرد أولاً. التعليم الجيد هو الهدف الرابع ضمن سلسلة من أهداف التنمية المستدامة التي وضعت أسسها منظمة الأمم المتحدة وتعاضد في إنجاحها المجتمع الدولي، كبرهان واضح بأن الإنسان هو الأساس وأن الاستدامة لا يمكن لها أن تتحقق دون إعطائه حقوقه كاملة. في آخر المطاف
بعد كل ما سردناه سوياً. ما الذي سيحدث لتلك المجتمعات في حال استمرت في إهدار طاقات أفرادها دون إعطائهم حق التعليم؟ العالم يتسارع والمستقبل يتطلب منا الكثير لمجاراته. التعليم الجيد أول خطوات العالم الأخضر. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.